الخير. هايدي أبو طالب السيد السنهولي، موقفها إيه؟ تمام. أنا آسف يا مدام، في قرب منك بالسفر. لك يا هيبة، وحشتني. ما قلنا هنا لأ يا نوال، ما قلنا هنا لأ. أكتبها لك على أم العربية من برة، ما تجيش هنا يا نوال. الله، ما تبطل عبط ياض، وانجز. أنجز في إيه؟ بص، سلمة طلع على الخصوص يعين كام راس كده لواحد صاحبه تاجر وهيأخر، والبيت سيكوريا متدهولة في اللي هي فيه، يعني الدنيا أمان 24 قيراط، ولو طلعت عندي محدش هيشوفك. أنا هسبقك وتعالى ورايا. أجي وراكي فين؟ أنت اتعطلتي، أنت عايزة تفضحينا يا نوال؟ هي ناقصة شردة؟ لا شردة ولا مشرداش، وأنا يعني مش هخاف على سمعتي؟ لا إله إلا الله، ما أنا بقولك الدنيا أمان، وانا كل شويه هكلم سلومه اشوفه فين. ده ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين وفين. والليله بقى لو عدت هيبقى خلاص، موت يا حمار بقى على ما ينفع تاني. ده انا عامله لك جوزين حمام هتاكلهم من هنا، وتكسر الشقه على اللي فيها، ومخبيه ربع منقوع هينسوك اسمك. يلا بقى انا هسبقك، اوعى تعوق. الله يخرب بيت أمك يا شطان، ضعيفة هيما، ضعيفة. يا أهل المنطقة الكرام، طلبت مني الأخت كوريا عبد العاطي أن أناشدكم عبر مكبرات صوت المسجد للبحث عن خالتها المسنة الحجة سندس، ومن يجدها إن شاء الله له مكافأة مجزية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكرين يا عم الشيخ ناصر، ربنا ما يحرمنا منك. المال مال الله، والبيت بيت الله، وما أنا إلا أمين على هذه الأمانة. الله يبارك لك يا مولانا، سلام عليكم. أقول لك يا أخت كوريا، أمر يا عم الشيخ. الأمر لله تبارك وتعالى. أنا كنت عايز أكلمك في موضوع بشأن الأخ إبراهيم، بس أنا شايف في الوقت غير مناسب. أنا بقول ننتظر قليلا حتى تطمئني على خالتك إن شاء الله. ماله إبراهيم يا عم الشيخ؟ كل خير إن شاء الله، لا تقلقي. أنا بقول نأجل هذا الكلام من الأفضل. أنا ليا بس رجاء صغير عندك. اتفضل. أن تطلبي من الأخ إبراهيم أن يحضر إلى المسجد من وقت إلى آخر حتى يبارك الله لكما. دعي له ودعي لي يا مولانا. أنت فكرك دخلة الجامع دي سهلة ولا أي حد يخشها؟ دي عاوزة قلب، وإحنا بنتشعلق في رحمة ربنا من بعيد لبعيد. دعي لنا أنت بس. صدور قرار المنع من السفر بالسرعة دي معناه ان بكرة الصبح هيطلع قرار الضبط والإحضار. يعني ايه؟ انا مش فاهمة ولا كلمة من اللي انت بتقوله ده. انا اسف يا هايدي، ده معناه ان بكرة الصبح المفروض انك تكوني محبوسة. ليه؟ على ايه كل ده وانا عملت ايه؟ احنا عارفين ان انت ما عملتيش حاجة، لكن قدام القانون انت اشتركتي مع مروان في الاحتيال على البنك، ونصبتوا عليه في 50 مليون دولار، وحولتوا الفلوس برا مصر بطريقة غير شرعية. ده غير ان الاصول اللي انت مقدماها للبنك ما تسويش حتى نص المبلغ. كارثه كارثه الحكايه دي. طب والحل ايه يا دكتور نادر؟ الحل ان هايدي كانت لازم تخرج بره مصر باسرع من كده بكتير، 5 دقايق كان هيفرقوا. دلوقتي بقى ما فيش قدامنا غير انها تهرب جوه مصر، نقعدها في مكان البوليس ما يوصلهاش فيه، وفي نفس الوقت انا هشتغل على القضيه واتابعها بنفسي، وحاول اوصل لاسرع حل ممكن قبل ما حد يوصل لها. تيجي تقعد عندي في البيت مع ماما. نو واي يا طارق، انت قربها، يعني ممكن يفكروا انها تكون عندك. لا 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 لا، الصح انها تيجي تقعد عندي انا. وبعدين اصلا جوزي طول الوقت بره البيت وبيسافر كتير، ولو هنا ما بيجيش غير على النوم. برضه مش هينفع يا دينا، اكيد هيدوروا عندك. الفيلا اللي انا كنت هتجوز فيها انا و في التجمع الخامس، ولسه باسم رجاء اختي، واكيد ما حدش هيفكر فيها. انا يا جماعه مش عايزه اعمل لحد فيكم مشاكل، وبعدين مش عايزه اكمل باقي عمري هربانه. انا مش مجرمه ولا عامله عشان اهرب. انا خلاص قررت، انا هروح وهسلم نفسي واحكي لهم على كل حاجه،
هما اكيد لما هيسمعوني وهيشوفوا ان انا ست محترمه وبريئه مش هيحبسوني ظلم. هايدي يا حبيبتي انت طيبه قوي، وبعدين انت في مصر لازم تعرفي ان ياما في الحبس مظاليم، وانا لا يمكن اسمح لبنتي انها تدخل الحبس ساعه واحده او اني الجا لاي حد غريب عشان ينقذك من المشكله دي. مفيش غيري انا، انا بابي اللي عارف مصلحتك. انا حوديك جاردن سيتي، شقه واحده ست شيك كلاس، هفهمها انك انت متخانقه مع جوزك ومستنيه في مكان ما حدش يعرف يوصل لك ليه الا لما تصطلحوا كده، ابقى مطمن عليك ان مفيش حد هيقدر يوصل لك. ابو طالب بيه شرف عظيم لينا ان انت حضرتك تشرفنا. شرف لينا يا هانم. هايدي بنتي هترتاحي معاها قوي دوري هانم. اهلا وسهلا، اتفضل. عيد ميلاد. عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد امها. اهلا وسهلا، اتفضلي. دي اوضتك يا هايدي هانم. لو احتجتي لاي حاجه بس كلمي دورية هانم، تبعت لك الشغاله طلباتي كلها يا حبيبتي موجع. وبعدين عايزك تبقى مطمنه، انا همر عليكي من حين لاخر واطمن عليك. اوكي؟ ليكي حلوه بقى كده. بس ما تفتحيش لأي حد علشان ما حدش يزعجك. عايزة حاجة مني يا روحي؟ نروحوا باص لبعض. يلا بقى عشان تطفي الشمع لأمك. دلعني في حبك دلعني، ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني. دلعني في حبك دلعني، ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني. انا عايزه اتدلع، انا عايزه اتدلع، انا عايزه اتدلع على حسك يا ابو لمستي تتقطعني. اصلك انت وحشني قوي حتى وانت حاضني قوي. اصلك انت عامل زي الفار كده اللي وقع في الخايه. الله، وهي شايفاك ما تردش عليه. لا اصلها بتقفش لما ما بردش. قفشت فيها عقربه، ده ايه قله المزاج دي؟ هات شغل الزفت ده. ماشي. ده سوك. الو الو، هتكلم
يا ابراهيم بقول لك ايه، كوريا هنا وقلبها الدنيا عليك وعايزاني اروح معاها ندور على خالتها بره المنطقه. اسالهم فين. طب بقول لك يا سوكا، انا في طالعه كده، ها قول لها اي حوار لحد ما اجي لك، اوعى تهبل في الكلام، صاحب لصاحبه يا سوكا. ليه يا حول الله ولا قوه الا بالله. هو فين؟ ربنا يجعلك لفعل الخير. فعل الخير؟ بحاول يا سوكا، بحاول. ادعي لي. ماشي يا ابن عم، يلا بالسلام. بقول هي لو احتاجت نقل دم بتصل، لو احتاج نقل دم بتصل بيا. طيب سلام. بس يا كوريا استني. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ حاضر يا كوريا، حاضر عليا. ده في مشكله. ايه هي المشكله يا اخويا؟ اتفضل. بيقول لك واد صغير قدام عربيه الكبده خبط توك توك، قام هو خده وجري على المستشفى ما بين الحياه والموت، بس هو قال لي ان هو جاي. انا عارف ابراهيم في الحالات اللي زي دي بيخلص ام اوام، صاحبي بقى انا عارفه. حاول لا قوه الا بالله العظيم. ماشي. قلت مزاجنا إلهي قل مزاجها البعيدة. مش يلا ولا إيه؟ يلا.